بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان، ولقاء متجدد مع الملعب عبر سي بي سي 2. ملعب النهارده هيكون بسيط، يعني تقسيمه صغنونه كده، مش مباراه كبيره زي كل يوم، لاننا دائما وابدا معكم عبر المباريات وعبر الكره في الملعب والاستوديو التحليلي. عشان كده هيكون معانا النهارده تعليق واختيار لافضل اللقطات في المباراتين اللي تمت اذاعتهم اليوم، او المباراه اللي تمت اذاعتها منذ قليل على هواء مباشره، والتي جمعت ما بين سموحه ودمنهور وانتهت بفوز كبير جدا لسموحه بخمس اهداف مقابل هدف واحد. وايضا بعد قليل او بعد البرنامج مباشره هيكون معاكم تسجيل لمباراه مصر المقصه مع الرجاء، والتي انتهت بفوز مستحق لمصر المقصه بهدفين مقابل هدف واحد. النهارده هركز شويه على تصفيات او مباراه بطوله اوروبا دوري المجموعات، وايضا مباراه هامه جدا في بطوله اسيا التي تجمع ما بين الهلال والعين في الدور نصف النهائي لكاس الانديه الاسيويه، واحده من اقوى البطولات. كمان هيكون عندنا النهارده تكريم مستحق لاثنين من نجومنا اللي حققوا ميداليات دوري ابطال اسيا بين الهلال والعين، وعندنا كمان تكريم في وزاره الشباب والرياضه لاثنين من ولادنا اللي حققوا ميداليات. واضح انه في امور جديده جميله، لكن الحقيقه عايز اتوقف عند خبر في احد المواقع بيقول انه الرئيس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه كان في حوار مع الزميل عزيز احمد موسى امبارح، فقال له ان انا فوجئت باتصال من رئاسه الجمهوريه بيقول له طالبين منه، الرئاسه طالبين منه تليفون حبيبه اللي خدت بطوله العالم في الاسكواش، وقال له لانه سياده الرئيس عايز يكلمها. فخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه جاب التليفون طبعا على طول، وبعدين طبعا كالعاده الوزير بيسال يعني، فقالوا له لانه الرئيس سمعها او الرئاسه سمعتها وفي احدى القنوات الفضائيه بتقول ان امنيتها انها تقابل الرئيس. هي الحاجه كانت عندنا، يعني الكلام ده كان عندنا، وهي بتقول ان انا بقول لها اتمنى يا حبيبه، قالت انا نفسي اقابل سياده الرئيس. فالحقيقه الرئيس كلمها في التليفون، والاجمل ان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه كمان راح خلاها تكرم مع نجوم الاولمبياد، اولمبياد الشباب. فده امر مهم بالنسبه لنا كبرنامج، ان البلد بدءا من رئاسه الجمهوريه متابعه وشايفه ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقال، وده امر كمان بيخلينا نبقى سعداء انه قدرنا نلبي رغبه واحده زي حبيبه. ليه؟ لانه عندنا فريق اعداد شاطر قاعد متابع اللي حصل. البنت خدت البطوله، البنت كانت في اخر الدنيا، رحنا مكلمينها على التليفون من هناك، كانت سعيده جدا بالمداخله والمكالمه وابدت رغبتها، وبالتالي ده وصل كمان، فده امر جميل. خلينا اقول لكم النهارده كمان ان في مباراه مهمه جدا في بطوله اوروبا للانديه، بنفيكا البرتغالي مع زينت سان بطرسبرج الروسي، ريال مدريد الاسباني اللي بيمر بمهنه عنيفه جدا مع بازل السويسري، والنهارده انا بشجع بازل بعنف لانه في اتنين من ولادنا موجودين فيه، بروسيا دورتموند الالماني مع ارسنال الانجليزي ماتش حلو قوي، يوفنتوس الايطالي مع مالمو السويدي، ليفربول الانجليزي مع لودجرتس رازجراد البلغاري، موناكو الفرنسي مع باير ليفركوزن الالماني، اولمبياكوس اليوناني مع اتلتيكو مدريد الاسباني، وجالاتا سراي التركي مع اندرلخت البلجيكي. النينيو حمودي بيقولوا ما سافروش اصلا الى اسبانيا، ما علينا مش مشكله، لكنهم ولدين موجودين ومن ولادنا هناك مع فريق بازل، ما لعبوش النهارده هيلعبوا بكره باذن الله. طبعا مباراه الهلال السعودي مع العين الاماراتي مباراه في غايه الاهميه. مباراه الغد هيكون فيها تشيلسي باذن الله عز وجل. اقول لكم بس مباراه الغد مين، احنا عندنا النت صعب جدا النهارده، فاستحملونا شويه واستحملوا رزاله النت عندنا معلش، لكن المباراه بقول لكم مهمه جدا تجمع ما بين الهلال
والعين الاماراتي في نصف نهائي كاس اسيا لكره القدم. بكره تشيلسي الانجليزي مع شالكة الالماني، روما الايطالي مع سيسكا موسكو الروسي، وادي محمد صلاح موجود اهو في التمرين ومبسوط ومعنوياته جيده. بورتو البرتغالي مع باتي بيرسوف الروسي من بيلاروسيا، ماريوبول السلوفيني مع سبورتنج لشبونه البرتغالي، وبرشلونه الاسباني مع ابوين نقوس القبرصي، اتلتيك بلباو الاسباني مع شختار دونيستك الاوكراني، اياكس امستردام الهولندي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الالماني مع مان سيتي الانجليزي. هيكون في المباراه الثانيه في نصف النهائي كاس اسيا مع اف سي سيول الكوري الجنوبي مع وسترن سيدني الاسترالي. دي اهم المباريات او كل المباريات في البطوله الاوروبيه، دوري ابطال اوروبا. انا بس عشان هنا القصه دي يعني وجعاني، قصه النت وجعاني قوي. اربيل الارائي تعادل مع كيتشي من هونج كونج 1-1 في لقاء الذهاب، دي نتيجه مفاجاه الحقيقه. قادسيه الكويتي هيلعب مع بيرسبورا جايابورا الاندونيسي اللي فجر اقصى المفاجات وفاز على البطل الفريق الكويتي بخماسيه، وكانت واحده من النتائج الثقيله جدا والصعبه جدا علينا وعلى فريق الكويتي، خاصه كل التوقعات كانت بتقول انها بتصب في مصلحه فريق الكويتي اللي كان فاز في لقاء الذهاب 3-2 ثم خسر في لقاء العوده 3-2 ليخرج من البطوله. في هذه الاثناء بتقام مباراه المصري مع الاسماعيلي باستاد الاسماعيليه، هيكون معانا زميلنا خالد الكردي وفينا بنتيجتها اول باول بعد مرور حوالي 10 دقائق. ما زالت النتيجه التعادل 22 دقيقه، ما زالت النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف، لكنه بدون شك مباراه اليوم هي اجمل مباراه في الدوري حتى الان، مباراه سموحه وفريق دمنهور. دمنهور الحقيقه عانى بشده من قله الخبره، وسموحه الحقيقه حماده صدق استعد جيدا جدا لهذا اللقاء. اخترنا بعض اللقطات بنظبطها بس لحضراتكم، واخترنا النجوم للقاء، واخترنا الصده، والصده النهارده ما كانتش صده حارس مرمى، واخترنا كمان وسام التقدير او التحيه النهارده لعدد من اللاعبين اللي قابلوا بلاء حسنا. خلينا نروح لوزاره الشباب والرياضه وتكريم ابطالنا ونرجع لحضراتكم على طول. حسام جدا، سؤال مهم قوي الحقيقه، وسؤال يمم عن فهم ووعي بالمنظومه الرياضيه. فعلا معاك حق، كان احيانا كثيرا جدا بننفعل مع نتيجه بتحصل في بطوله ونعمل تكريم سريع والحاله المعنويه ترتفع. احنا كل اللي بنقوله عشان كده النهارده مش بس التكريم، النهارده كمان بدايه البرنامج اللي وضعه الاتحاد المصري لالعاب القوى من النهارده لغايه 2016. احنا الحقيقه علينا يا حسام كوزاره شباب ورياضه ان هي تتابع تنفيذ هذا البرنامج، وان شاء الله احنا يعني واثقين في الدكتور وليد ومجموعه العمل الفنيه اللي موجوده معاه ان هم حاطين برنامج محترم جدا لغايه ريو دي جانيرو، لانه النتائج السابقه الحقيقه خلال الست اشهر اللي فاتت الحقيقه من فضل الله النتائج متحسنه، فيها حاله من الاتزان، فيها حاله من التواصل، فيها حاله من التقدم بالنسبه لمصطفى كمان مهم قوي. فاحنا شايفين ان الاتجاه الحالي الحمد لله اتجاه ايجابي. كاس العالم للقارات كان موجود معاه في بيلعب معاه في الفرق الموجوده، كان معاه بطل العالم السنه اللي فاتت وبطل الاولمبياد النسخه اللي فاتت، وطبعا كلهم والثلاث ميداليات كانوا موجودين هنا وهنا. طبعا كانت بطوله صعبه جدا، الحمد لله ربنا قدرني قدرت ارمي من اول يعني من اول رميه الحمد لله عديتهم الحمد لله، رميت احسن منهم الحمد لله حوالي فرق 2 متر ونص الحمد لله. ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله على طول كده باذن الله. بالبطوله الاتحاد والوزاره كانوا واقفين جنبي جدا، كانوا واقفين كانوا مساعديني باشمهندس خالد ودكتور وليد، وبرده النادي الاهلي باشمهندس محمود طاهر. بصراحه ما حدش فيهم بخل عليا بحاجه، اي طلب طلبته كلهم ساعدوني فيه،
والحمد لله ربنا قدرني وقدرت نعمل لهم النتيجه دي واعمل لمصر كلها النتيجه دي، وان شاء الله ربنا يقدرني ان شاء الله في السنين الجايه اعمل احسن من كده ان شاء الله. عملنا الخطه دي من 2012 ل 2016 ومشينا عليها واتفقنا على كل حاجه، والحمد لله ربنا قدرنا. طلعنا معسكرات، طلعت معسكر السنه دي اكتر من 6 شهور او 7 شهور، مدربي في مصر موجود معايا، مدرب هناك، الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا دكتور ايد وفر لنا كل حاجه محتاجينها مع الوزاره مع النادي، والحمد لله ربنا قدرنا عملنا حاجه كويسه، وان شاء الله احنا مستمرين على الخطه دي ان شاء الله ل 2016. وزي ما دكتور ايد قال ممكن يبقى في تعديلات للافضل شويه. اخويا كان بطل مصر وعرب وافريقيا برضو في تحت المطرقه، هو اللي كان محفزني على ان انا العب مطرقه، فالحمد لله يعني قدرت نتواصل ونوصل في اللعبه اللي انت شايفه دلوقتي. يعني الحمد لله يعني عملت ذهبيه بحر متوسط، ذهبيه العاب افريقيه، العاب عربيه، بطوله عرب، تضامن اسلامي، يعني الحمد لله ان انا وصلت لكل البطولات، ودي كان اول بطوله لكاس العالم للقارات ان انا احقق فضيه بفارق 10 سنتي بيني وبين صاحب الذهبيه، وان انا اتغلبت على بطل العالم اللي هو صاحب البرونزيه، بطل عام الموسم اللي فات، وكان احسن رقم الموسم ده هو على مستوى العالم، فطبعا ده انجاز كبير، واستقبال معالي الوزير لينا طبعا حاجه لسه كنت بقول ان هو يعني هو اب لينا واخ لينا، يعني حاجه ما كناش نتخيلها، هو عداها، عدى اللي كنا نتخيله، حاجه كبيره جدا اللي هو عمله. يعني الابطال الموجودين يعني امبارح وصلوا النهارده في تكريم ليهم، فاحنا هنكرر ده في كل الالعاب اللي موجوده. بنراجع كمان عامل زي ما تفضل سياده الوزير واتكلم وبرؤيه شامله جدا، ان كمان بنراجع عمليه دعم الاتحادات وبرامج اللجنه الاولمبيه، على اعتبار ان احنا مش هنقصر في هذا الموضوع، لكن احنا قدامنا رؤيه واضحه ازاي مصر تبقى موجوده بشكل صريح جدا، التوقع والانجاز قريب لهذا التوقع، فده يمكن المدلول لهذا الاجتماع. يعني لا مجال للنقد بشكل كبير، احنا بنشتغل من حاجه اسمها جراس روتس، جراس روتس يعني من القاعده. فبنراجع خطه الوزاره، كل الخطط السابقه اللي موجوده بنحترمها وبنكمل عليها، ما بنلغيش شغل سابق. في البرامج اللي موجوده لاعداد الكوادر او الابطال، في برنامج قومي للناشئين، برنامج قومي للناشئين بنخرج منه برنامج قومي للواعدين بعد الناشئين. احنا في خطه فعلا محطوطه من سنتين احنا ماشيين عليها، هي اللي وصلتنا للمرحله ديت. ارقام الكابتن ايهاب وكابتن مصطفى ماشيه بشكل تسلسلي بشكل مميز جدا، الكلام ده مش طفره، احنا ماشيين بشكل تسلسلي في الارقام. وبطمن الناس ان 89 مثلا لما بتتعمل اللي هو الرقم التاريخي اللي عمله كابتن ايهاب، مش من الضروره ان انا كل مره اعمل الرقم القياسي بتاعي، يعني مثلا لو حصل ان فرقه فازت على فرقه 7-0 مش لازم الماتش الجاي تكسب 8-0، يعني 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 الرقم القياسي ده ممكن يحصل كل فتره. يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم لقاء قمة عربي بين الهلال السعودي والعين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. لقاء الزعيمين المرتقب يدخله كلاهما من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب في العاصمة أبوظبي في 30 من الشهر الحالي. كان الهلال الذي أحرز لقب البطولة عام 92 و2000 قد حجز مقعده في المربع الذهبي بعد أن تخطى فريق السد القطري في ربع النهائي بعد فوزه ذهابا بهدف نجمه سلمان الفرج، ثم تعادله إيابا في الدوحة بدون أهداف. أما العين الذي توج بلقب البطولة عام 2003
فقد تخطى الاتحاد السعودي في نفس الدورة بعد أن فاز ذهابا على ملعب هزاع بن زايد بهدفي مدافعه محمد إسماعيل ونجم هجومه الغاني أسام واجيان هداف البطولة، ثم كرر فوزه إيابا في جدة بثلاثية جيان وعموري وإبراهيم دياكي بعد أن تقدم العميد بهدف عكسي سجله محمد إسماعيل في شباك زميله خالد عيسى. تاريخيا تحمل مواجهة اليوم الرقم 7 في تاريخ المواجهات الكبيرين التي بدأت في ربع نهائي نسخة 99، وفاز العين بهدف لغريب حارب، ثم تجدد الموعد بعدها بأربع سنوات في دوري المجموعات وكرر العين فوزه بنفس النتيجة. في نسخة 2006 لعب العملاقين في المجموعة الثانية وحسم البنفسجي لقاء الذهاب في أبو ظبي بهدفين دون رد قبل أن يتمكن الموج الأزرق من الرد في الرياض بهدفين لهدف. اللقاءين الخامس والسادس بين الفريقين كان في مرحلة المجموعات في النسخة الماضية، وتفوق العين في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بثلاثية عموري والأسترالي بروسكي والغاني جيان بعد أن تقدم الهلال بهدف عبدالله الزوري، وكان الرد الهلالي في الجولة الخامسة بهدفين لسالم الدوسري والكولومبي ويسلي لوبز. هذا ويشهد يوم غدا الأربعاء مواجهة ثانية في هذا الدور بين اف سي سيولا الكوري الجنوبي مع ويسترن سيدني الأسترالي. نتمنى التوفيق الحقيقة للفريقين سواء العين او الهلال، الاثنين حلوين الاثنين طعمين، محتارين نشيل مين ولا مين جوه عيوننا لانهم بجد يستاهلوا يتشالوا في العين، سواء الاماراتيين او السعوديين في النهاية عايزين واحد منهم ان شاء الله لما يوصل يفوز بامر الله ويتأهل، بعد ما يتأهل للنهائي يتأهل الى كأس العالم للاندية، وشرفنا باذن الله عز وجل لانه الناحية التانية برضو في سي سؤول الكوري الجنوبي يتوقع انها هيفوز فريق قوي وليس بالضعيف. الاسماعيلي متقدم على المصري بهدف احرزه كليتش في الدقيقة 29 من اللقاء، واحنا هنستقبل تليفونات حضراتكم هندردش معاكم شوية. خلينا نروح لنجوم اليوم في مباريات اليوم، في مباراة سموحة ودمنهور ومباراة مصر المقاصة والرجاء. سموحة ودمنهور شهدت اكتر من نجم، اولهم كان علاء علي صاحب الهدف الاول، ويعني اعتقد انه كان واحد من اهم النجوم في لقاء اليوم وقاد فريق سموحة ببراعة وباقتدار. ايضا هاني العجيزي سجل هدفين، ده هدف جميل جدا، وحمادة صدقي كمان النهاردة الحقيقة اثبت انه يعني عنده رؤية فاحصة بوجود الولاد الافارقة واسلام عبد النعيم الصغير. سيد حمدي كمان النهاردة بنديله نجم اليوم لانه اول مباراة ليه مع المقصة، وكان خد القرار الصعب بالانتقال من طلاع الجيش للمقصة بعد ما كان راح بتروجيت ثم طلع الجيش ثم ذهب الى المقصة، ده افضل انقاذ يعني لو عدناها تاني هتلاقي ان الكرة دي كانت رايحة هدف، لكنه احمد سعيد اوكا انقذها بما يشبه المعجزة. بص حضراتكم كرة سعيد اوكا دماغ الراجل على بعد خطوة او ياردة. هنا بقى دي ظاهرة لطيفة جدا، بصوا ده محمد صبحي تمام ماشيين مكملين حلوين، وده اوتش اتشوا المكسيكي، ها حط بقى صبحي كده جنب اتشوا، كنا نفسي نقسم الصورة اتنين عظيمة عشان الناس تعرف هو صبحي بيقلده، قصة باينة يعني وماله يعني فيش مشكلة، ادي حارس مرمى المكسيكي اللي عبر العالم في كاس العالم، عايزين بقى يقلده في مستواه، يقلده في انقاذه للاهداف، يقلده في تألقه النهاردة محمد صبحي. محمد صبحي على فكره بني ادم طيب جدا. كمان سيد فريد نفس القصه، بس سيد فريد الحقيقه مصاب يعني عنده جرح، وبعدين ايه كملت كمان معاه يعني قال لك يا ناقصه يعني انا اصلا عندي كام غرزه في وشي ولا في دماغي جدي، قال لك انها ظاهره لطيفه يعني ما فيهاش خروج عن النص ولا في حاجه، محمد صبحي عايز يعمل يعني نيو لوك جديد، وبعدين عجب اوتش في كاس العالم حارس مرمى المكسيك قال لك انا اقلده ما عنديش مشكله ان انا ابقى زيه. خدنا كمان النهارده الحقيقه افضل مدرب، وافضل مدرب خدها عن جدارة
كابتن حماده صدقي، والاسماعيلي متقدم 2-0 على فريق النادي المصري. زي ما بقول لكم النهارده كمان حماده صدقي خد افضل مدرب لانه يستحقها الحقيقه. حماده صدقي من الموسم الماضي اثبت وجوده بعنف وبقوه، و يعني اصبح من الاسماء الثقيله كمدرب لوحده. كان موجود مع كابتن حسن شحاته وكان ليه دور مهم جدا، بس كان مساعد او كان مدرب مش مدير فني. الان اصبح مديرا فنيا، وبالتالي نجاحاته الحقيقه يعني ما فيش فيها افصال. النهارده راجل كان موقوف صحيح، على فكره مش هو لوحده، يعني كتير جدا من المدربين. سيميوني المدير الفني الارجنتيني لاتلتيكو مدريد هو موقوف كمان، كسب الريال وعمل اكتر من نتيجه رائعه. خالد الكردي يقول لنا ايه اللي بيحصل في مباراه الاسماعيلي والمصري، اتفضل يا خالد. تحدي لك كابتن شوبير، مباراه ولا اروع للنادي الاسماعيلي، سيطره من بدايه المباراه حتى هذه اللحظه، اثرت هذه السيطره عن احراز النادي الاسماعيلي هدفين ولا اروع. من كلاتشي في الدقيقه 30 من تمريره ساحره من اللاعب عمرو السوليه، ضرب بها خط دفاع النادي المصري لينفرد ويسدد على شمال احمد مسعود ليسجل الهدف الاول. ونفس الهدف الكربون تمريره رائعه اخرى من عمرو السوليه لجون انطوي ليسجل منها الهدف الثاني. النادي الاسماعيلي الافضل، النادي الاسماعيلي الاكثر استحواذا على الكره، النادي الاسماعيلي الاقرب الى الثلاث نقاط في هذا الشوط والاقرب الى ثلاث نقاط في المباراه. كابتن شوبير، الهدف الثاني في الدقيقه كام يا خالد؟ الهدف الثاني في الدقيقه 40 والهدف الاول في الدقيقه 30، يعني الفيصل 10 دقائق فقط لا غير ما بين ده وما بين ده. تمام كابتن شوبير، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح الى المملكه العربيه السعوديه والاعلامي الزميل نايف مشهور ومتابعه لمباراه الهلال والعين، مباراه الذهاب في الدور نصف النهائي لكاس اسيا. مساء الخير يا نايف. نور يا كابتن احمد، اهلا بيك واهلا بمصر الحبيبه واهلا بمصر كلهم. اهلا بيكم يا احبائنا واعزائنا الكرام الاحباب علينا جميعا. نايف، يعني مباراه صعبه جدا لكلا الفريقين، يعني فريق الهلال صعد بجداره لهذا الدور وفريق العين اقصى الاتحاد من الدور ربع النهائي، كيف ترون هذا اللقاء الصعب جدا؟ خلينا نتكلم بداية عن الاجواء قبل المباراة كابتن احمد. طبعا المباراة بقيت تقريبا اقل من ثاني الساعة 8:45 دقيقة بدأت المباراة. نعم العربية السعودية بقينا تقريبا اقل من ساعة على اطلاق طاقة المباراة. المباراة اجواء جماهيرية كبيرة، كرة الملاعب في العاصمة السعودية الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، يعني سعة حدود ما تقارب 70,000 متفرج، ربما تستطيع القول بان الرقم اقترب الى الاحتشاد. هناك عدد جماهيري كبير جدا، ليس من جماهير السعوديه فقط، بل حتى هناك جمهور اماراتي كبير حضر بالطائرات او حضر برا، حضر لمسامر في الفريق العيناوي في مواجهه اليوم. كما يعلم الجميع ان الاتحاد الاسيوي تنص قوانينه ان الفريق المستضيف لديه 80% من نسبه المقاعد الخاصه في المدرجات، بينما الفريق الضيف لديه فقط 20%، لذلك ان التذاكر الموزعه على الجمهور الاماراتي هي فقط 20% من مبلغ ككل مبلغ التذاكر. هيئة دوري المحترفين بالتنسيق مع رابطه دوري المحترفين السعودي وبالتنسيق مع الاتحاد الاسيوي ايضا، يعني قرروا فتح اكثر من 15 محل للمواد الغذائيه للجمهور بعد الاشكاليه الماضيه، وهي للمره الاولى تحدث في الملاعب السعوديه تحديدا في البطولات الاسيويه التي تستضيف المملكه العربيه. كويس السعودية. نعم. يعني هنا على الصعيد الفني وعلى الصعيد التكتيكي يلعب فيه مدرب ريجيكامب في مواجهه اليوم، طبعا وهو متحفز بالصداره والمنافسه على صداره سلم ترتيب الانديه في دوري المحترفين السعودي، انتصارات متتاليه لفريق الهلال حتى ان تعطل من فريق الاهلاوي في دوري قبل الماضيه، لكن الهلال متحفز بالظهور بشكل متميز في هذه المواجهه. العين الاماراتي طبعا وهذا امر مختلف تماما عن ما يحدث في فريق الهلال، الاتحاد الاماراتي لكره القدم اراح فريق العين فتره طويله للتركيز على هذه المواجهه. بينما الهلال لعب عده مباريات حتى ان تقدم بعض المباراتين، مباراتين لعبها قبل هذه المواجهه يا كابتن احمد. انا اقول لنا كله بان اليوم احنا على موعد مع الاثاره، على موعد مع المتعه الكرويه، على موعد مع الاستمتاع الكروي هنا في ارض العاصمه السعوديه الرياض في مواجهه اسيويه بين الهلال
السعودي والعين الاماراتي. نايف، كان في عاصفه ترابيه الصبح النهارده هبت على مدينه الرياض، هل انتهت على خير بلا مشاكل ولا ازمات ولا تؤثر على المباراه؟ لا الحمد لله الامور كلها ماشيه تمام، التنظيم جيد بشكل ممتاز، اداره نادي الهلال قبل حضور نادي العين الاماراتي. احنا كنا نعرف ان المباراه الماضيه كما مكتب الشق القطري وجه الاخوه القطريين لان بعض الامور التي حدثت ان تاخر الحافله في الوصول لمطار الملك خالد باستخدام الشق القطريه، كل هذه الامور الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس اداره نادي الهلال حريصه على متابعه كل صغيره وكبيره في التنظيم الاداري في حضور ووصول بعثه العلم الاماراتي الى العاصمه السعوديه الرياض. الحافله تواجدها قبل وصول البعثه الاماراتيه باكثر من 3 ساعات متواجده في الوقت المتواجده في انتظار البعثه الاماراتيه، كل ذلك عشان لا تتكرر الاخطاء في حفلات كل استقبال فريق الشد القطري. نحن كلنا اخوه، نحن كلنا عرب، نحن كلنا ابناء خليج واحد. ده صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل نايف مشهور الاعلامي السعودي، هذه الروح الجميله تجاه مصر وتجاه الامارات، ويعني الاستعداد الطيب لهذا اللقاء الجميل الذي يجمع شقيقين عزيزين الهلال السعودي والعين الامارات. خلينا ناخد لكم بس بعض الرسائل ومنها كثير تعليقا على مباراه سموحه ودمنهور. دمنهور فانز بعت لنا بيقولوا الحمد لله، والله برافو عليكم، هم متقبلين واول مره لدمنهور من فتره طويله. بذكركم انهم خسروا 5-1. سامح يحيى بيقول شبير ولا احلى ولا اجمل، اشكرك شكرا جزيلا. كمان بفكركم انه ثلاثي عرف السيد وهاني العجيز والسيد حمدي هم اللي بتصدروا قائمه الهدافين، ومعاهم صلاح امين لاعب كويس قوي، صلاح امين على فكره برصيد 2. وبذكركم انه الان في جلسه ما بين حسام حسن وابراهيم حسن مع مرتضى منصور داخل نادي الزمالك، هنحاول نجيب حد من داخل نادي الزمالك نعرف بالظبط ايه التفاصيل. وتم تاخير تم تاخير التمرين لحين نهايه هذه الجلسه. ناس كتيرة جدا بعتة لمحمد عبد الشافي بتحييه وبتأيده وبتقول رغم هزيمة الزمالك لكنه عامل له صفحة خاصة والله، انه يعني قام بدوره على اكمل وجه سواء مع المنتخب امام تونس او مع نادي الزمالك في مباراته مع النادي الاهلي. هدف الغنام النهاردة ده مهم جدا جدا، واتصور انه يعني هينفعهم في المستقبل انه ياخدوا الثقة رغم انه هدف من ضربة جزاء. عندنا كتير جدا من الرسائل بتحيينا ويعني على يعني ما موقفنا. كاب شوبير يا ريت تقرا رسالتي لو سمحت، مش عيب اللي انت كل شوية تطلع تقول ان ده مش هيلعب وده هيلعب، في حد قال ان عمر جابر يمشي. احب اقول حاجة على فكرة، انت السبب في ضياع الدوري من الزمالك الموسم اللي فات بسبب التصريحات بتاعتك ان دول لعيبة خردة عاوزهم بعد كده يلعبوا، ربنا يستر على عمر جابر. وبعدين مفروض انك تحول نفسك للتحقيق بسبب اللي عملته بعد ضياع الضربة بتاعت كوفي. ده هو بيتكلم عليا ولا بيتكلم على مين؟ انا مش عارف، على مرتضى. انا بحسب والله بحسب بيتكلم عليا، انا استغربت، انا ما اعرفش يعني. بيبرس كمان تاني بيقول هزيمة ايه، لو كانت الضربة بتاعت كوفي جت كان زمان الجهاز ده اعظم جهاز كنا شايلينه دلوقتي على اكتافنا، او كان زمانهم مش يعني شايلينه دلوقتي على اكتافنا. ربنا ليه رؤية، ربنا ليه، ربنا عايز الاهلي ياخد الكاس والاهلي ليه نصيب انه ياخد الكاس. يعني هو بعت لها رسالة كتيرة جدا الحقيقة كلها في اتجاه واحد، فانا قريت على قد ما اقدر يا بيبرس الاسطورة بعضا من رسائلك، يعني بحاول بقدر الامكان اني يعني البي طموحات اخواننا وزملائنا يعني الجمالية. الناس بعت بيقولوا رغم هزيمة دمنهور لكن عودة حميد للدوري الممتاز، وان شاء الله يكونوا احسن في المباريات القادمة. ده علي. ايه تاني من الرسائل كمان اللي موجودة عندنا؟ علاء علي يا كابتن لازم يكون موجود في المنتخب. محمد مشالي استر يا رب. يا كابتن احمد عشان تكون هناك رياضة نظيفة لابد من تطبيق النظام على الجميع، واللي يغلط يتحاسب. على مرتضى ان يقيل ابراهيم حسن وميدو.
وحتى حسام إن لم يمتثل لهذا القرار. ده أحمص عرابي زملكاوي بيسألني المباريات هتتذاع عندكم ولا لسه، يعني قريبا جدا بإذن الله هتسمع أخبار كويسة. كابتن شوبير سموحة مش زي الموسم اللي فات، ده محمد زيدان. كابتن شوبير بعد اذنك سؤال للكابتن حسن، ازاي الكرة مش جوان؟ كابتن حسن مش يا ابو حميد، بس هو قصده ان الكرة مش انك تجيب جون بس، الكرة تدريب والكرة لياقة والكرة فن والكرة تكتيك، وفي النهاية النتيجة تحسم بالاهداف، لكنه الاجوان هي اللي بتحسم النتيجة. خلينا ناخد لكم بقى بعضا من اللقطات بقى الفنية الجميلة. شوفوا حضراتكم الكثافة الهجومية لسموحة. على الطرفين، على الطرف اليمين في اتنين، واحد اهو، فبقى عنده خيارات. وهنا خلينا نقف كده، بصوا حضراتكم اتنين على الطرف اهو، كان عنده اختيار انه يلعب على اليمين لاحمد فوزي انه ممكن يلعب عرضية او جوه المنطقة لانه متمركز اكثر من لاعب، لكن تصل الى تلاتة على تلاتة، وده موقف هجومي رائع. 3 على 3 الكفتين متساويتين، صلاح امين انه سابق ممكن تتحط له بالعرض على فكره بدل من التسديد، ممكن يجيبها جون على طول، لكن صلاح في كل الاحوال خد المدافع في ظهره ومن وراه هاني العجيزي. هنا بعد ما ارتدت من ايد احمد خطاب الحارس، هنا بصوا حضراتكم محاوله بناء الهجمه عامله ازاي، وشوفوا لعيبه دمنهور ظهرهم ووشهم عامل ازاي. ده الجون الاولاني رغم الخطأ اللي موجود، بصوا سبرنت بتاع ايمن اشرف. الاساس في القصة دي هو ايمن اشرف ما ارتبكش لما الكرة يعني اتكعبلت في رجل زميله، لا خدها وكمل. هنا بدأ سباق السرعة كأنك جاري ماراثون 100 متر، وفي النهاية عملها. التحرك ممتاز من علاء والمراوغة، وكمان عنده تو اوبشنز زي ما بيقولوا، عنده اختيارين، اما هاني العجيزي واما اعتقد ابراهيم عبد الخالق اللي جاي من ورا، وعنده الاختيار بتاعه هو المفضل، اختيار المهارة الفردية. هنا ده بقى الموقف الاسوأ دفاعيا، يعني 6 على 2 ومع ذلك بيخسروها. بصوا بس التمريرة ممتازة، التسلل متغطي تمام، مفيش مشكلة في التسلل، يبقى لا يوجد تسلل، نكمل اللعبة. شوف الكرة ماشية ازاي، التمرير كمل اللعبة بقى ماشي اهو، التمرير صحي جدا جدا. هنا قرار التسديد او العرضية، عنده اختيارين، خد القرار اللي هو الاصح، لانه لو التسديد هتبقى سهلة. يبقى ناخد القصة من اولها، قصة من اولها انه في لعيبة عندها تحركات واعية اللي هم مهاجمي ولاعبي وسط فريق سموحة، ولعيبة للأسف الشديد يعني دون ادنى وعي دفاعي، العدد كبير لكنه مش موجودين. هنا تاني عرضية مرة تانية، مين اللي موجود هناك؟ الراجل وسع لنفسه، المدافع في غفلة مش موجود خالص. هنا الحركه ممتازه، بص حضرتك الحركه راحت على السهم هناك الناحيه الثانيه، التمريره تمرير عمق التمريره فرق جدا معاها، يعني لما هتلاقي التمريره معموله العمق مكملها. هنا هاني العجيزي ده المهاره، ده اسمه يعني تقدر تستعيد توازنك مره ثانيه، قدر انه جسمه بعد ما كان مش الكره مش جايه قدامه مريحه، عدل جسمه من جديد وراح لافف وحاططها. ده دي مهاره ما تبقاش موجوده الا في الهداف، وبالتالي يستحق عليها التحيه هاني العجيزي. لكن النهارده المباراه بتعيد الثنائيات من جديد، ثنائي هاني العجيزي وصلاح امين، مباراه سهله. الدفاع دمنهور النهارده ما كانش في مستوى، الخطبه كانت موجوده لكنه في حاجه بتتقال في الفرقه، في حاجه بتتقال مع اللاعبين، وده ادى الى النجاح. خلينا نروح لفاصل وارجع تاني، هنحاول نروح نادي الزمالك نشوف ماذا يدور داخل نادي الزمالك الان. ماذا يحدث داخل نادي الزمالك الان؟ التمرين بدأ، النور قطع، اجتمع السيد مرتضى منصور رئيس النادي مع الجهاز الفني حسام حسن وابراهيم حسن، تم الاتفاق على التالي، ننسى اللي فات 48 ساعة اللي فاتوا دول، ما نعتبرهمش كانوا موجودين، ننساهم خالص بأزماتهم بمشاكلهم بحلوهم بمرهم، مش عايزينهم بيبقوا موجودين، خلاص خلصت الليلة وما حدش يزعل وعفى الله عما سلف وانتهت الحدوتة. ادي واحد. اتنين، التحقيق
يتعامل برئاسه المستشار سامر ابو الخير عقب عوده احمد حسام ميدو من قطر. ميدو يرجع من قطر امتى؟ ما حدش عارف. ثلاثة، ميدو اعلن نفيه انه قال حاجه، راجل اتكلم على حاجات ما لقلب الاسماء وقال ده انا اكثر واحد بدعم حسام ابراهيم من ساعه ما جم. ثلاثة، يبقى شكل التحقيق ده هيبقى كل شيء كان ولا كانه في تحقيق، خصوصا ان ابراهيم قال ان انا ما اتكلمتش على ميدو، ميدو قال ان انا ما كنتش بقصد ابراهيم حسن. أربعة، اجتمع السيد مرتضى منصور رئيس النادي مع عمر جابر وأحمد توفيق بعد ما اجتمع مع اللعيبة، اجتمع معهم لوحدهم وقال لهم أنا بحبكم وأنتوا لعيبة كويسين بس أنتوا شغلين نفسكم بحاجتين، بالألتراس وده ما ينفعش، الحاجة التانية شغلين نفسكم بالسفر للبرتغال، عايزين تكملوا مع النادي يجددوا معنا وعلى عنا وعلى راسنا، والرؤية الفنية هي اللي تحسم بقائكم من عدمه، غير كده تبقوا مشغولين بالالترس ومشغولين بالجمهور ومشغولين بموضوع البرتغال، مش هيبقى لكم دور في نادي الزمالك. ويقال انه الاثنين لعيبه اقتنعوا بكلام رئيس النادي وانهم هيجددوا خلال الايام القليله المقبله. يبقى اللي انا استشفيته من اللي حصل النهارده انه خلاص ما فيش تحقيق، خلاص، لانه ميدو مش موجود، وهيرجع امتى؟ على ما يرجع تبات نار تصبح رماد، انتهت القصة. نمرة اثنين، انه عمر جابر واحمد توفيق مش هيبقى لهم علاقة بالالترس، وده اللي يهم رئيس نادي الزمالك، ان هم كمان هيجددوا، وانه حسام حسن وابراهيم حسن مستمرين في مكانهم على رأس الجهاز الفني والاداري في نادي الزمالك. ده المختصر. وكأن سمعة نادي الزمالك ملهاش اعتبار، وكأن جمهور نادي الزمالك ملوش اعتبار، وبعدين مش احنا اللي صعدنا القضية، مش احنا اللي قلنا، ولا احنا اللي اتكلمنا، ده الزمالكاوية هم اللي قالوا. تصريحات طلعت من رئيس النادي، من مدير الكورة، من رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك. وبالتالي زي ما قلت لكم امبارح في شرخ حصل، واضح ان ابراهيم وحسام كانوا رايحين يقدموا الاستقالة، ولما حصل ان هم كانوا متمسكين بقوه كده نادي الزمالك تراجع خطوتين للخلف، والموضوع بينتهي عند هذا الحد. يعني تصور هو ده الموقف داخل نادي الزمالك. والمعلومات اللي بقول لكم دي معلومات صحيحه 100%، يعني حضر شريف منير حسن، حضر احمد مرتضى منصور في محاوله لاحتواء الموقف. وانا الحقيقه برضو لحد دلوقتي مش عارف الموقف انفجر ليه، يعني لحد دلوقتي عايز اعرف الموقف ليه انفجر، انا مش فاهم. يعني هزيمة مباراة، رئيس النادي معاه التليفون قال لك الزمالك مش هيخسر، مش هيخسر تاني، وانا بقول له هيخسر تاني، مفيش نادي ما بيخسرش، طبعا هيخسر تاني وهيخسر تالت وهيخسر رابع، ومدرب هيبقى واقف على طراطيف صوابعه او على حافة النهر يخسر يتزق يقع يغرق. ف ايه الانفجار الرهيب اللي في الموقف ده؟ انا مش عارف له سبب، يعني لحد دلوقتي والله ما عارف له سبب. طب لو كوفي كان جاب البنالتي كان ايه اللي حصل؟ كان بقى حسام افضل مدرب والاداره افضل اداره واللعيبه افضل لعيبه، وشفتوا الصفقات عملت ايه؟ فالحقيقه انا مش فاهم، يعني امر عجيب جدا جدا، امر غريب، انه يعني الزمالك مش خسران 3-0. بعدين الاستاذ مرتضى منصور رئيس النادي طالع معانا دلوقتي ما بين الشوطين في مباراه دمنهور وسموحه بيقول الايجابيات العديده او المكاسب العديده من مباراه السوبر. طب ما حلو قوي الكلام ده. طب طالما انت حضرتك شايف ان في ايجابيات، وطالما الناس شايفين الايجابيات دي كلها، طب كان ليه خلاص هارد لك، معلش عملنا اللي علينا وعندنا دوري عام والفريق ده قادر ان يكسب كل البطولات، انتهى الامر. خلينا ناخد بعض الاتصالات الهاتفيه. معانا بولس، ازيك يا بولس؟ يا مساء الفل يا كابتن. ازيك يا حبيبي؟ اتفضل يا بولس. خليك يا كابتن. اتفضل. والله يا كابتن انا بنقول لك مبروك الاول عوده الدوري وبالقوه دي وبالجمال دون، ومبروك علينا الاستديوهات اللي احنا بنتابعها المحترمه بتاعتنا الجميله جدا جدا جدا، لان احنا في حته صغيره كنت عايز اقولها ونسيتها. احنا كنا متغربين واحنا في وسط بلادنا. يعني الاستديوهات والكلام ده كله والجمال ده كله والناس شغاله والعمال والتصوير والكلام ده كله، كان كل ده هيتخرم. يعني سوري في التعبير، كان هيقعد في البيت. فدي حاجه. الحاجه الثانيه يا كابتن، اتفضل. افتكر ان انا قلت لك ان ماتش الاهلي طبعا هيطلع بضربات الجزاء. فاكر قلت لك النادي الاهلي.
عشان انا ما اخدش جوائز خالص يا كابتن. انت بقى تقول لي اعمل اول مكسب ما اخدش جوائز. خلاص ليك فانيله النادي الاهلي. شكرا يا بولس. حسن مساء الخير. ناخد اسماعيل. مساء الخير يا السباع. مساء الخير يا كابتن شوبير. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. الله يخليك. طبعا مبروك للاهلي، انا زملكاوي بس مبروك للاهلي. نعم. وانا شايف ان الزمالك والله فرقه مبشره جدا. اللعيبه بقالهم 10 ايام اسبوعين مفيش تجانس. لسه التجانس هيجي مع الوقت، ولكن اللي بيعمله سياده رئيس النادي ما ينفعش حاجه بصراحه، يعني محزنه محزنه محزنه. وانا كزملكاوي والله 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 حاسس ان هو ده اللي هيجيب نادي الزمالك الارض. شكرا. شكرا يا اسماعيل. محمود مساء الخير يا محمود. ازيك؟ مساء الخير يا ابو حنف. عامل لك كابتن؟ الحمد لله حبيبي. وحشتني والله يا كابتن. الله يخليك يا محمود. انا خلي بالك اللي شجعنا في الاهلي من ايام حضرتك ما كنت بقى في ماتش النشئين تعادلنا 6-2. الله يخليك يا محمود. محمود اتفضل يا محمود. اللي كان معلش يا محمود بعتذر لك، الصوت وحش جدا انا اسف. استاذ ممدوح. ممدوح استاذ ممدوح اتفضل يا فندم. عايزين نتفرج يا كابتن على النشاط الاذاعه، يعني اوعدك ان المشكله هتتحل قريبا باذن الله يا ممدوح باذن الله. طب سؤال تاني يا كابتن. اتفضل. حسام ابراهيم يعني خلاص هيمشي من النادي ولا لا؟ لا لحد دلوقتي قاعدين. نزلوا التمرين النهارده الحمد لله، ما اعرفش هيمرنوا بكره ولا لا، لكن نزلوا التمرين النهارده. شكرا يا ممدوح. عبوده مساء الخير. عبوده مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور على حضرتك. اتفضل. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير. اول مره اتكلم في التلفزيون يا كابتن احمد. انا من السلميه مركز فوق محافظه كفر الشيخ. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. انا عايز اعرف بس لحد امتى قطر دي هتتم مسيطره علينا في كل حاجه؟ ليه حصل ليه تاني؟ يعني لا بنسمع ماتشات ولا بنشوف ماتشات. اتفضل. اتفضل يا عبوده. يعني مسيطره علينا سياسيا وكرويا وفنيا. لا لا يا عمرها ما هتسيطر علينا يا فندم سياسيا، يعني قطر بتحط سياسه مصر بالراحه بس. يا فندم احنا عايزين نستمتع بالكوره، احنا عايزين نشوف كوره. انا بوعدك ان الازمه دي هتتحل قريبا باذن الله عز وجل، ولكن سياسيا مصر تسيطر على قطر وعلى ابو قطر كمان، ولا انا غلطان؟ جدا. انا بلديتك من كفر الشيخ وبسعد جدا بوجودك يا كابتن احمد. الله يخليك يا عبوده ما تقلقش ان شاء الله يا عبوده بامر الله. شكرا يا كابتن احمد. اشكرك شكرا جزيلا. اندرو. اندرو الخط قطع ولا ما زال موجود معانا؟ يا ابو صلاح مساء الخير. يا ابو صلاح مساء الخير يا احمد بيه. مساء النور يا استاذ صلاح. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. انا بكلمك من طنطا احمد باشا. يا هلا. منين من طنطا؟ انت العين والحاج عبونيس يسلم عليك والحاج ثروت. يا حبايبي حبايبي سلم لي عليهم طبعا. ونعم الناس مثلنا عليهم. الله يخليك. الله يسلمك يا احمد بيه. اتفضل. هقول لحضرتك انا كنت متابع الحوار اللي كان دار بينك وبين المستشار مرتضى منصور. نعم. وامبارح انا شفت كابتن الغندور وهو بيتكلم. لا ماليش دعوه بالكابتن الغندور، حضرتك قول لي اللي انت عند اللي انت عايزه عندي تحت امرك. احمد بيه. اه. انا عايز اوصل لنقطه محدده، حد تسمعني انا اللي اقصده ايه؟ لا ما لا يعني بس انا هسمعك طبعا يا استاذ صلاح، ده انت بلدياتي وجاري. بس بلاش بلاش تقول لي بس حد من الزملاء، اتفضل بقى يا فندم. طيب. واتفر ايا كان الموضوع. احنا بندور على استمراريه للمنظومه الرياضيه اللي احنا بدانا فيها لغايه دلوقتي. نعم. حتى بقى حضرتك المفروض ان احنا كاعلام ومسؤولين على كافه المستويات ندعم الاستقرار وندعم التواجد وندعم الهدف اللي مطلوب مننا ان احنا نطور اللعبه ونجتذب الجمهور مره ثانيه في اطار محترم. تمام. مش نتدخل بقى في حسام كان عمل ايه وابراهيم عمل ايه واحمد حسام عمل ايه، لا الامور دي سهله وبسيطه وتتعالج في 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 حاجات بسيطه قوي قوي وكلمتين زي ما حضرتك قلت مع تصالح وبتاع وكانت غلطه لسان زلت لسان والامور ترجع لمجراها الطبيعي ونبتدي نستمر. وكل الفرق مهما عليت مهما طلعت هيجي عليها وقت هتنغلب هتنغلب مفيش كلام فيه.
فرايك على عيننا وراسنا، بس احنا عايزين الامور تبقى في اطار من الهدوء. احمد بيه بشكرك يا استاذ. نعم بشكرك شكرا جزيلا وتحياتي لكل اهل طنطا. رفيق مساء الخير يا رفيق. يا كابتن ازي حضرتك؟ اهلا بيك. وحشني الله يخليك. انا من شبرا يا كابتن. مين؟ من شبرا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا حبيبي اتفضل. انا بحبك قوي يا كابتن. بنفصل شبير وما تعشش شبير. يا عم ربنا يكرمك ويخليك كتر خيرك يا استاذ رفيق. برنامج الصبح 100 100 وتخسره عالمي. ربنا يعزك يا رب والله ده عالمي عالمي. ربنا يبارك فيك. الصبح مش هتعمل كده ولا هروح الشغل. لا مش حاجه. تسلم يا استاذ رفيق ربنا يخليك يا حبيبي اتفضل. محبك يا كابتن قوي ومواضيع كلها هامه وهادفه الحمد لله. لا موضوع الكهرباء وجارك اتحبس في الاسانسير، انت فاكر ازاي؟ الله يخليك الله يخليك الله يخليك. ماشي يا كابتن شكرا يا رفيق على مكالمتك الجميله. عصام مساء الخير. عصام عصام. ايوه يا كابتن احمد. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ عصام. انا عايز اعرف الناس بتقول مشكله ومش مشكله. طب ما المايل الفضائي مذيع، المايل سبوت شغال، ايه بقى المشكله اللي تنزع هنا وما تنزعش هنا؟ طالما المايل ذاع كله خلاص، دي القناه المصريه اللي رئيسيه. سيبك بقى من القناه الفضائيه، مش كل واحد عايز يجيب فضائي، عايز يبقى القناه دي لازم تجيب القناه دي. القناه المايل سات بتاعتنا ذايعه، المايل سبوت يبقى خلاص. كل المصريين وصل لهم ارضي وفضائي. ايه المشكله؟ معرفش المشكله تتحل واحنا مش عارفين نتفرج على ماتشات الله قطر متناخ من ده ومن ده ومن ده. ما احنا عندنا لايف سبوت شغاله يا فندم لكل الناس، صح ولا كلام غلط؟ تمام يا فندم. ايه تاني؟ بس كده اللي انا بتكلم فيه. اصل انا شايف مشكله جامده قوي وعايزوها بره وعايزوها. انا عندي التلفزيون المصري الرئيسي بيذيع. شوف بقى الخناقات التانية دي مصالح، دي مصالح كلها مصالح شخصية، ده عايز يكسب وده عايز يكسب. محمد الأمين دخل عشان يعلن ب 1,600,000 بعد ما قعد بالتانية. طب ما دي مصالح كلها بيكسب فيه. إيه المصالح اللي عنده؟ إيه المصالح إنه بيعمل استوديو محترم؟ وإيه المصالح إن يبقى عندنا محللين محترمين؟ وإيه المصالح إن إحنا بنقدم وجبة ممتازة؟ وإيه المصالح إن يكون عندك وجبة 5 نجوم تبقى موجودة؟ وإيه المصالح إن أنت بتحاول بقدر الإمكان تستخدم كل الإمكانيات من أجل إسعاد الشعب المصري؟ وإيه المصالح إن أنت بتدفع فلوس وأنت عارف إن التورتة الإعلانية دلوقتي مش جيدة على الإطلاق، ولكنه في النهاية في محاولة إن أنت بتقدم منتج بشكل جيد ومنتج بشكل يليق بالناس، وإن تقدم الإعلام الرياضي بتاعك للعالم العربي بشكل كويس، بصوت معلقين محترمين، بصوت مقدمين محترمين، بصوت محللين محترمين. ليه دائما يا استاذ عصام بنرمي على الناس اتهامات؟ وليه بنرمي على الناس ان ده واخد فلوس وان ده عايز مش عارف يعمل ايه؟ ليه ما نقولش الناس كتر خيركم ان انتم بتحاولوا والناس بتجتهد بقدر الامكان انها تعمل حاجه كويسه؟ ليه دائما وابدا عندنا حته التخوين؟ وليه دائما وابدا عندنا اصل ده مصلحته وده مصالح؟ ما فيهاش مصالح، مش كده برضه يا استاذ عصام؟ لكن يقعدوا مع بعض ده كلام محترم بقى. بص بص يا استاذ عصام ده كلام محترم، يقعدوا مع بعض ويوصلوا لحلول جميل. بس الله ينور عليك. الله ينور على حضرتك. انا بقى بلاش توضيح وده يطلع يقول لك اصل الفلوس دي منين ودي منين، يعني بلاش الكلام. بس كلام حضرتك الاخير ده حلو قوي، نقعد مع بعض والقضيه تنتهي بامر الله. بشكرك يا استاذ عصام شكرا جزيلا. معانا مين يا جماعه؟ احمد مساء الخير يا ابو حميد. قول يا كابتن كبير ازي حضرتك؟ خير يا ابو حميد اتفضل يا حبيبي الله يخليك. بقول لحضرتك يا كابتن كبير دلوقتي احنا عايزين نعرف الموضوع بتاع كابتن حسام حسن حصل فيه ايه؟ يعني هو قعدوا دلوقتي ونسوا ال 48 ساعة اللي فاتوا. يعني خلاص المفروض كابتن حسام يكمل؟ هو النهارده مرن الحمد لله يا فندم. طب عايزين حضرتك بقى يعني قبل ما الحلقة تقفل كده النهارده تأكد لنا يعني ان كابتن حسام قاعد، ان بصراحة كابتن حسام ما خدش فرصته. خلاص والله يا فندم مكمل والله خلاص. لحد الماتش الجاي ان شاء الله. ان شاء الله نكمل على طول باذن الله. تكتم قامه كبيره جدا في عالم التدريب ومش عايزين نختاره لان زملكاوي كمان يعني في الاخر. لا هو اصله اهلاوي بيني وبينك. لا كان يا كابتن معلم. اشكرك جزيلا شكرا جزيلا. اخد اخر مكالمه. عادل مساء الخير يا عادل. عادل ازيك يا استاذ عادل اتفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك انا معايا مشروع قومي كبير جدا يخص النادي الاهلي والزمالك وبالنسبه لمصر هينقلنا نقله ثانيه خالص، وحضرتك عشان انا ما عنديش علاقات
لحد ان انا اوصل بالمشروع بتاعي مش عارف اقدمه ازاي. طيب جماعه خدوا تليفون الاستاذ عادل ويجيب لكم المشروع، واحنا هناخد المشروع ونقدمه للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، ونقدمه للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. برضو بتبقى فيه افكار حلوه والناس ساعات بتستهين بهذه الافكار، لكنه بتبقى فيه افكار محترمه جدا. هقول لكم بسرعه جدا اخر الاخبار. دجله بدعم مؤسسه فيصل الاطفال ب 4.5 مليون جنيه. الاهلي عاود فتح ابوابه امام الجماهير للاحتفال وحضور خاص لمرتجي امام جماهير الالتراس. احمد عاشور قال الرعب الرعب قله الخبره سبب هزيمه دمنهور. حسام البدري توجه الى المانيا لان بنته بتضع مولودها. مبروك يا كابتن حسام، مبروك يا جده. ونائب رئيس نادي الصيد خالد زين يتهم خالد زين بالاعتداء عليه بمحضر رسمي. كانت في دلوقتي جماعه عموميه للجمباز حاولوا يعني جابها تشيل المجلس المعين، لكنه جددوا الثقة باللي كانوا استبعدوهم وعادوا من جديد للمجلس، وحصل خلاف وحصل تراشق بالفعل ما بين المستشار خالد زين وبين الكابتن عمرو السعيد في خناقة رئيس اللجنة الأولمبية مع نائب رئيس نادي الصيد. خلصنا اللي عندنا النهاردة، بكرة بإذن الله تكون عندنا حلقة مميزة مع حضراتكم. كان معاكم مباراة سموحة ودمنهور على الهواء مباشرة 5-1 صالح سموحة. بعد قليل هيكون معاكم مباراة مصر المقصة، ومباراة مهمة جدا مع الرجاء بصوت الزميل رامي بهجت. شكرا لكم، سلام عليكم. Thank you.